طيب معانا رسالة تانية، شخص بيسأل: أنا هعمل طعن بالنقد في حكمه، وعايز أعرف هل الطعن بالنقد يوقف تنفيذ الأحكام؟ الأصل النقد لا يوقف تنفيذ الأحكام، الأصل. ولكن من حقك وانت بترفع طعنك بالنقد تطلب شق مستعجل بوقف التنفيذ. لو ما كنتش نفذت لغاية ما تنظر الشق المستعجل، والشق المستعجل ادالك وقف تقف، يعني محكمة النقض لازم تديك، ما ادتش ما توقفش حاجة. يبقى الأصل ان احكام النقض الطعن امام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ. طب انا طلبت من محكمة النقض وانا بعمل العريضة صحيفة الطعن بالنقض بتاعتي، طلبت وقف تنفيذ الحكم بشق مستعجل، حلو. لو كل حكمك ما تنفذش خلال ما نظرت المحكمه النقض الشق المستعجل، لان الشق المستعجل بتنظر غير الموضوع، وقالت لك محكمه النقض وقف، محكمه حكمت وامرت بكده، هيوقف. لا، محكمه النقض ما قالتش وقف، يبقى مش هيوقف. تاني حاجه، محكمه النقض لسه ما بصتش في ورقك، وانت عرفت تنفذ، خلاص انت خلعت. وبعد كده اقول لك حاجه كمان، لو انت خصمك جري بسرعه ونفذ قبل جلسه الشق المستعجل بتاعت وقف التنفيذ دي ما تتنظر، والقاضي جه لقى ان التنفيذ تم، قاضي بتاع محكمه النقض المستشار نقض، تمام، لقى التنفيذ ده تم، خلاص مش هيوقف لك. انه شرط انه يوقف انه يكون الحكم نفسه ما تنفذش، فهو الاصل انك انت ما تنفذ. طب هل هنا في مواعيد الطعن؟ اه طبعا، الاحكام، اه طبعا، 60 يوم دي مواعيد ثابته. دي مواعيد ثابته، انت عندك اول درجه، لو خدت حكم في اول درجه من حقك تستأنف خلال 40 يوم، ده الاستئناف، يعني اول درجه عشان تقعد تستأنف من تاريخ صدور الحكم، من يوم، تمام، عندك 40 يوم. طيب ما عجبكش حكم الاستئناف، تمام، وعايز تتفضل تنقض الحكم، 60 يوم.